تمام. فهاي الشغلة إنه كتير موضوع أسئلة في المقابلات في الديتا ساينس، إنه بيجي بيسألك إنه ليش إحنا بنعمل سي في، بشوفك هل أنت فعلا إنه أنت فاهم عارف أنت إيش بتسوي ولا لا. تمام، يعني الموضوع مش موضوع إنه أنت عارف مفهوم الأوبجكت أورينتد وعارف إنه أنت كيف تستخدم الميثودز، بس مش الموضوع مش سينتاكس، الموضوع إن ليش ومتى بنستخدمها. بالضبط بالضبط، مش حتى طول يعني صغيره. لا لا لا، السنتاكس بسيط، ورجي لك السنتاكس حتلاقيه انه بسيط للغايه، بتقول له انه الكروس فاليديشن عمليه كذا وخلص. اذا كانت البيانات صغيره نوعا ما، بس اذا كانت البيانات كبيره احتمال الحظ بيصير قليل، فبالتالي انه الا اذا في عندك باورفول ماشين، لانه انت تخيل انت عندك 100,000 انستانس تمام، وبدك تطبق عليهم كروس فاليديشن، يعني بدك تعمل مثلا لو كانت عدد الفولتس 10، فانت بدك تعمل 10 تجارب، بده يلف بدك تعمل ترين وتست 10 مرات. اذا كان عندك باورفول ماشين ما فيش مانع، بس اذا انت بدكش تدخل يعني في هذا الاتجاه، في عندك 100,000 دايمنشن واخترت انت عندك 20,000 للتست، شو الحظ هذا اللي بده يجيب سكور كتير ممتاز في ال20,000 هدول؟ احتمال ضعيف جدا، فبالتالي انه مستبعد، فبتروح على طريقة الهولد اوت، انه ترين فاليديشن تست وبتعمل تجربة واحدة بس، لانه انت بدك تركز على امور تانية لسه. انت في عندك مشكلة الباراميترز، ايش افضل الباراميترز للالجوريثم، في عندك لسه مشكلة انه انت كيف تعمل بري بروسيسنج، ايش الافضل، وان هوت انكودينج ولا ليبل انكودينج، لسه في عندك مشكلة ايش هو افضل الالجوريثم، في كتير باراميترز بدك تعملها. تخيل هذا الاشي بدك تعمله في الكروس فاليديشن كتير صعب. فاحنا وين كنا؟ طبعا احنا وين موجودين، او يعني انه انت ايش المقصود بسؤالك بالضبط، يعني انه إيه، كمان مرة برجع بركز انه احنا هنا يعني في الماشين ليرنينج بنستخدم نظام وصفات، تمام، استخدام كود من السكراتش نادر لما يتم كتابة كود من الصفر، فبالتالي انه انا بدي اشوف لي وصفة مناسبة وبروح بستخدمها، او بروح في الدوكيومنتيشن باخذ اجزاء من الكود وبركبها على بعض، بس الفكرة انه يكون الكونسبت عندي وانا اكون عارف ايش بسوي بالضبط. طيب نيجي هنا لمتى نستخدم الكروس فاليديشن. نعم، على حجم الداتا سيت، يعني انا عندي داتا سيت كيف يعني هنا لو كان انا عندي البيانات، لنفترض ان انا عندي 300، وهذا الاشي انا بواجهه، لانه بيجي لك زبون تمام في عنده شويه بيانات وبقول لك مش عارف هل الماشين ليرنينج انه انا بتفيدني في الموضوع ولا لا، هذا كتير اسئله متكرره بالنسبه له، تمام. فانت بتفهمه انه احنا انه 300 هدول اصلا لا تصلح، بس ممكن نعمل فيها بروتوتايب. هاجيت ال 300 لو قسمنا 5 قديش بيطلع؟ 30 قديش؟ 60 انستانس للتست. ال 60 انستانس للتست هدول يعني حتى البقيه اصلا ال 240 اللي انت بدك تستخدمهم في التريننج لا يساوي شيء، تمام، بس ممكن تدي له انطباع انه هذا بروتوتايب، وانت تشوف انه جمع بيانات كمان ورجع لي بعدين لما تجمع كمان بيانات. فبالتالي لما يكون في عندك سمول داتا سيت هذا الخيار الاول، تمام،
فبالتالي بتروح باتجاه الكروس فاليديشن عشان تستبعد عامل الحظ انه انت بتعمل تيست على هذا الجزء من البيانات. هجيت قديش مقدار السي في انت بتصير بتحدده بناء على حجم البيانات. يعني مثلا لو عندك البيانات مثلا 1000، لو استخدمت 5 فولدز قديش بيصير؟ لو استخدمت 10 100. فبالتالي بيحدد الخمسة او العشرة. يعني عمريش انا شفت كروس فاليديشن اكتر من 10. فبالتالي بتقدر تقول تعتبر انه الفاليو تبعته للي بيسأل انه بين الخمسة والعشرة، يعني خمسة مناسبة. تمام، اذا كانت البيانات عندك اكبر شوي بيكون انه ممكن تروح باتجاه العشرة. مش كتير، مش كتير، لانه هي الهدف منها انه انا تديني انطباع انه في حظ ولا فيش حظ عندي في البي في التست يعني. طيب كيف عدد السي في؟ عدد الفولز قصدك؟ هيك سؤالك؟ لو زادت ممكن تزود، بس ما تزودش عن 10. يعني 10 فولدز انه مناسب جدا. طيب يبقى الحاله الاولى اللي انا بروح باتجاه السي في او الكروس فاليديشن في السمول داتا سيت. في اللارج داتا سيت ولما يكون الفاليديشن سفيشنت كافي، تمام، فبالتالي هنا ما فيش حاجه انه اروح باتجاه الكروس فاليديشن. تمام، وممكن استخدم الهولد اوت. ليش؟ لانه زي ما حكينا انه احتمال الصدفه او الحظ يكون في الفاليديشن بارت انه يكون كبير وانه انا احصل سكور معين فيه، لا الاحتمال هذا ضئيل جدا. كذلك هنا موضوع انه قديش الموديل تبعك يعني بيحتاج وقت عشان انه انت تعمل له ران. لو الران تبع الموديل بياخد مثلا couple of minutes، يعني في بعض الالجوريثمز سريعة، في بعض الالجوريثمز بتاخد وقت اطول، فبالتالي هنا بيصير من المجدي انه انت يعني مش غلط انه انت تجرب كروس فاليديشن لو بتاخدش وقت طويل. هذا الكلام لو احنا اتجهنا باتجاه الديب ليرنينج بزبطش معايا خالص، لانه انت عندك اقل موديل يعني ممكن ياخد معك 12 ساعة 8 ساعات. تمام، بدك تعمل 10 تجارب اضرب قديش انه انت بتحتاج وقت، وفي بعض المودلز يعني بيحتاج لتريننج تبعها 3 اسابيع. فتخيل انه بس الدورة عشان تعمل تريننج 3 اسابيع بدك يعني شوف كم اسبوع بدك عشان تعمل 10 فولدز. تمام، طيب نشوف كيف نستخدمه ككود. راح نستخدمه ضمن البايب لاين. هنا فينا عندي الكود الاساسي انه احنا عملنا ريد للبيانات، وهنا عشان اريح راسه للتبسيط حدد الكولومز اللي هو بده يشتغل عليها، ايش هي الرومز والديستانس واللاند سايز الى اخره. حدد الـ X وحدد الـ Y اللي هو الـ Target. تمام؟ هنا عرف الـ Pipeline. إيش عمل في الـ Pipeline؟ خطوتين: Pre-Processing، Imputation، والموديل اللي هو الـ Random Forest. فبالتالي في عندي 2 steps هنا. نيجي الآن هنا لخطوة الكروس فاليديشن. وين موجودة؟ في أي باكيج؟ في الموديل سيليكشن كروس فال سكور. هذه بتزبطش إلا استخدمها مع البايبلاين. فبالتالي هنا بترجع لي سكورز. يعني هذا الكلام انه بترجع السكورز، هذا الميثود بترجع السكورز. هاجيت السكورز ايش الديتا؟ الديتا البايب لاين
والاكس والواي والسي في بتساوي 5، وايش طبيعه السكور ميثود او السكورينج، ايش الطريقه. تمام، فهنا حيطبق 5 تجارب، فالخمس تجارب حيطبق البايب لاين اللي هو البري بروسيسنج والتريننج وهذا الكلام. فبالتالي انا اديته البيانات هذه بشكل مباشر، بشكل مباشر في كل تجربه هو لوحده حيطبق البايب لاين 5 مرات. ايش السكورينج؟ انا في عندي المين ابسوليوت ايرور، هذا النيجاتيف مين ابسوليوت ايرور، عشان هيك هنا راح نضرب. نعم، فبالتالي هذه عباره عن ليست اوف سكورز. قديش عددها؟ عد، هاي 1 2 5 بالضبط. فبالتالي بتقدر تحسب المتوسط، وبتقدر تحسب كمان الستاندرد ديفيشن. هنا مش حاسبه، مهم جدا انه انت تحسبه عشان تقدر تشوف كل هنا كل قيمه من هدول قديش متباينه، قديش فيها تباين عن المتوسط، عشان تقدر تحدد انه في تشانس، في حظ ولا لا. كيف؟ انا في عندي 30 و28 و23 و26، وين هال 27؟ هي اللي عملنا المتوسط. المتوسط. لو اجيت انا قارنت هنا، استنى، 277,000. لاحظي انه هو مستخدم بس هدول الاتريبيوتس، يعني مش، لا الموديل كتير سيء، يعني هذا الرقم كتير كبير. بس هو هنا في هذا المقطع انه بورجيني كسينتاكس كيف انه انا اتعامل معه. فبالتالي هنا كروس فاليديشن ايش بديله؟ بديله بايب لاين والبيانات اكس وواي، قديش عدد الفولدز، وايش السكورينج ميثودز. تمام، فطريقه قراءه هاي الشغلات انه انا بشوف المتوسط بشكل عام، وبشوف مقدار التباين. اذا هذه انا كنت الايرور هذا كنت راضي عنه، بشوف التباين انه في حظ ولا لا، عشان اقرر انه انا اعتمد هذا الموديل. خمسة فولز بالضبط، بس اسم البارامتر سي في كروس فاليديشن بتساوي 5. انت عندك هذا الجزء من البيانات، هذا الفولد من البيانات، يا اما في نويز، يا اما في شغله معينه مثلا انه بتحتاج في ميسنج مثلا، مش عامل له هاندل بطريقه، ممكن بيحتاج انكودنج، ممكن انه هذا من ناحيه البيانات، هذا احتمال. بدك تطلع كذلك على الموديل، ان الموديل اتعلم على هذول الاجزاء بشكلك. لازم اشتري لا لا مزبطش. انت بتدخل حالك في احتمال الصدفة، لانه تنزل السيستم تبعك على البرودكشن وفي هيك احتمالية تكون بعيدة كتير ولا خطأ، زي كأنه انت بتنزل ابليكيشن عندك على المتجر تبع جوجل وتحصل الاف النجم السيئة او التقييم السيء، وبالتالي انت بتضرب في سمعتك. دير بالك، اوعك. يعني بياخد عنك انطباع انه انا عملت لك وسويت لك، بس فعليا في البرودكشن انه لا مش ظابط، انت بتضحك علي. لا طيب، جربوا الاكسرسايز. اعطيكم فرصة تجربوا الاكسرسايز. شوف الاكسرسايز مع بعض لو سمحت، خليك معايا.
كان طالب مني انه انا اجرب كروس فاليديشن، بس في نفس الوقت في عندي باراميتر بدي احاول اني اعمل له اوبتمايزيشن اللي هو النمبر اوف استيميتور. طبعا هذا الكود اشتغل على النيوميريكال داتا فقط، تمام. وهنا جهز الاكس والواي، هنا شفنا اول خمس صفوف. طبعا البايب لاين في عندي بري بروسيسور سيمبل امبيوتر، والموديل اللي هو راندوم فورست، وهنا نمبر اوف استيميتور، هذا اعتقد انه هي السيل موجوده عنده. وهنا وهنا الكود تبع الكروس فاليديشن. فبالتالي هنا في الكروس فاليديشن انه ورجاني اياه زي هيك، تمام، انه هاي طبقوا على البايب لاين، سي في بتساوي 5، والمين ابسوليوت ايرور بالنيجاتيف عشان هيك ضرب بماينس 1، فطلع لي السكورز وهي الافرج تبعهم. هجيت او هذا الكود كله جاهز، تمام. هجيت هنا نفس هذا الكود انت بدك تطبقه على نظام اللي هو طالبه. ايش طالب؟ انه احنا نعمل يوتيليتي فانكشن. شو بتاخد؟ بتاخد الاكس والواي، وبتاخد باراميتر تاني اسمه نمبر اوف استيميتور، تمام. بتطبق هاي الاشياء، بتطبق الامبيوتيشن والراندوم فورست من خلال البايب لاين. فهنا طالب انه بده الافرج لثلاثة سي فيز، لثلاثة فولدز. فبالتالي البايب لاين نفس البايب لاين اللي فوق، بس ايش اختلف؟ انه حطينا السي في هنا ثلاثة، عفوا نفس البايب لاين امبيوتيشن وراندوم فورست، وهنا النمبر اوف استيميتور بدل ما احنا حددناه حنصير ناخده من الباراميتر تبع هاي الدال، تمام. السي في اللي اختلف هنا انه صارت 3 وبدنا نرجع المين، فبالتالي سكورز دوت مين. طيب بعد هيك انه طالب انه احنا نجرب باراميترز مختلفه للنمبر اوف استيميتورز، هنا بديلي من 50 100 150 لغايه 400. واضح انه هو بيبدا عند ال 50، فهي الشغلة ممكن أعملها في رينج تبدأ من 50 لغاية 401. ليش 401؟ عشان بدي 400 تدخل. لو حطيت 400 لا حتصير 350. وهنا الستيب قديش مقدار الزيادة. هذا الكود ريدابل أكتر ما أنه أنت تحطه من 1 لـ 9 وتروح تضرب كل مرة في 50. فهذا أسهل بكتير. وهذه الشغلة اوريدي مرت علينا في البايثون انه في الرينج انه انا ممكن اتحكم فيها. فبالتالي رحت طبعتها عشان اتاكد انه الامور تمام. هيها الناتج تبعها 50 100 150 لغاية 400. دائما انت شوف ايش ناتج الاشي اللي انت بتسويه عشان تتاكد انه الامور تمام. ما تبنيش اشياء فوق بعض وانت مش متاكد ولا من ولا واحدة منهم. فبالتالي بعد ما انه تاكدت في الطباعة بعرف ديكشنري فاضي. طبعا هذا الكلام ليش عمل ديكشنري فاضي؟ لانه هو طالب انه احنا نخزن النتائج في ديكشنري. فبالتالي الكي بيكون النمبر اوف استيميتور، والفاليو بيكون المين ابسوليوت ايرور، تمام. نفس الفكره هنا، دائما نتعود انه انت تحط طباعه خاصه اذا كانت الستيبس مش كتيره بتشوف البروجرس. فبقول لك انه عند ال 50 كانت النتيجة هالقد، عند المية كانت النتيجة هالقد، زي هيك بتشوف البروجرس بدل ما انت تستنى وفي الاخير يطلع لك ايرور. هنا بيصير في ادراج عندي في الدكشنري انه الريزلت اوف الاي بتساوي الريزلت. هجيت كيف بدك تجيب البيست؟ طبعا هذه الشغلة هنا بدك نظارة عشان تقدر تطلع. هنا هذه 18.35، هنا 18.39. فايش الحل؟ فيجواليزيشن، بدل ما تضلك توجع عينيك وتضطر تلبس نظاره فبتروح بتعمل فيجواليزيشن. فواضح جدا عند ال 200 اقل ايرور. هنا في البلوت ايش بنعطيه؟ الكيز والفاليوز عند الاكس وعند الواي. هذا الكود جاهز بس مجرد انه انت تعمل له بلوت. هجيت كيف بدك تجيب المينيموم؟ في عندك كود صغير هذا السطر، ايش بيجيب لك؟ بيجيب لك
number of estimator لأقل error. فايش بطلب منه؟ بدي المينيموم من الدكشنري results، بس لايش بدي الكي يكون انه result dot get. فهنا بدي له اسم دالة، والدالة هذه عبارة عن دالة الجيت في الدكشنري. فبالتالي هو لوحده بروح بعمل iteration، بيستدعي الدالة هذه، بروح بجيب أقل error وبرجع لك number of estimator. إذا أنت كنت شاكك إن هو برجع لك key ولا value، فممكن إن هو تطبعه هاي البست بتساوي 200، فخلاص إنه بتكون أنت متأكد. وهنا بحكي لك هيو correct، تمام؟ فهي اللي كان يسأل، مش عارف مين كان يسأل، إنه إحنا كيف بدنا نجيبها، نجيب الأقل. في هذا السطر ببساطة في الدكشنري بيجيب لي الكي لأقل فاليو، تمام؟ هيك بنكون خلصنا الكروس فاليديشن. وخليني بما إنه يعني عندي فيديوز، خليني أعمل ستوب للفيديو.